هالديب هو أخي يا أوزجان، وهالمملحة هي الشخص السري اللي كان جنب أبي. أنا حابب أعرف كل شي عنه لأحكي لك أكتر وبالتفصيل الممل، وهالشي عم يوجعني. رح أتحمل لا أعرف، رح أخليهم قدامي هون لضل أتذكر وجعي. أنت فهمان قصدي ما؟ وأنت فهمتني ألتان؟ هالديب مانو سهل. هي لأنه أخي، وموته ما رح يكون سهل كمان، بس مانو مستحيل. ايه شو رأيك باللي فوق؟ صرت بمرتبة عالية جاتاي بيك، بس السؤال، رح تعتبر هالمكان هو المحطة الأخيرة ولا هاي مجرد رحلة سياحية قصيرة؟ شو قصدك؟ برأيي هذا الشغل مجرد سياحة، ولحتى نكمل محتاجين نفتح خطوط جديدة. أبوك ما تدخل بأمور المخدرات، ولا هيك الحلقة صغيرة؟ وراح تكبر معك أنت. الحلقة ما راح تضل صغيرة بعد اليوم أبدا، وكل حدا بيفكر يلوي جناحي بدي يطالعوا برات اللعبة. الحلقة صغيرة رح انهيها بشوية شجاعة وشوية مصاري، وفجأة بعدها الإطلالة بدها تتغير. الظاهر في عنا زوار. قال في عنا ضيوف من الحلقة الصغيرة. في شي ما بيطمن؟ أنت اختفي ألتان. تفضل. رح نشتغل مع برنصوص شاتاي بيك. نحن شو قلنا شغل مع هذا الشخص؟ مو قلنا رح تكسبه كتير؟ شلون يعني؟ رح نفوت هلا بشغل المخدرات؟ هالشخص ما بيعرفك شخصيا، والحلقة ما بتوثق فيك، لهيك طلبوا مني ظبط القصة. منتعرف ومنتفاهم، وبعدين رح نعطيك مقابل أتعابك معنا. شاتاي بيك، أنا شو لي شغل بالمخدرات من أصله؟ الهان أنت رح تمثلني هونيك. أنا عم أعطيك شغل وأنت مانو عاجبك؟ لا 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 أبداً أبداً، أنا ما قصدي أقول هيك، يعني حبيت أقول شو مشكلتي. فهمت. والخياط شو بده يعمل؟ الخياط اجته أوامر إنه يحميني في حال حدا منكم فكر يتخلص مني. ماشي، وهي وزعنا الأدوار، خلينا نبدأ اللعبة. إلى اللقاء، فيكن تروحوا عندي شغل. هيك خططت؟ يعني هيك شي. أنا كنت ناوي لو هذا الزلمة إجا أني أقبض عليه، بس ما إجا. أميرة، أنا لازم أحكي معك بشي فوق. مين عم يحكي؟ وليش ما إجا؟ ما بعرف، يعني هو كان رح يجي بس ما إجا. بلكي اتصل. ما بقى يهمنا هالحكي، بدنا نكمل شغلنا وكأنه ما عاد اتصل. وتشاتاي شو قالكن؟ نكبر الشغل وقال رح نكسب كتير بعدها. انت شو رأيك؟
خليه يفكر انه الامور ماشية ونحن منكون عم نحفر له. ايه بيصير وصارت لازمة لنشوف بس يخسر شاتاي شو حيعملوا. الزلمة قاتل. بتعرف سيدي احتمال كبير يهاجمنا هالمرة. يعني فيكن تحموا امي؟ يا الله شو هالسؤال اللي عم تسأله انت شبنا؟ طبعا فينا نحميها. كل يلي عم قوله وقت يخسر شاتاي رح نشوف اللي فوق شو بدهم يعملوا. يعني امك بعيدة عن اي خطر بهالحالة. بابا تعال يا ابي تعال تعال اقعد هون. شوفي امي صار لها شيء؟ لا ابدا يا ابني ما تقلق. هلا اول ما تسمع صوتك بتجي ركض. انا كنت بدي اعرف شو رايك بخصوص الشغل الجديد. اي شغل؟ شاتاي كلفك بشي يعني؟ ايه بده نشوف واحد بيشتغل بالمخدرات وانا بقول له مالي شغل مع المخدرات وغيرها. معه مصاري تكفي؟ ايه اكيد معه ما جمع منا كلياتنا. والله ماني عارفان بابا. ايه وانا ماني عارفان. يعني قبل شوي كنت اخذها بضحك وهيك. القصة خطيرة وهذا شاتاي طلب مني يكون وكيله بهالشغلة. وانت قبلت؟ مو بخاطري اصلا المخدرات شغلة وسخة كتير يا ابني وانا ما بحب هالشغلة ابدا. ايه طيب بابا فيك ترفض. كيف يعني ارفض؟ بدك يعني ارفض امره؟ قبل كنت تاخد اوامر من فوق وما تعمله وهلأ نفس الشي برأيي. جهانجير انت هلأ صافف مع مين؟ بابا انا بس عم قلك انه لازم ما تعمله. بتلاقي لك شي حل. هالمرة القصة خطيرة وهذا الزلمة اذا طلب مني فوت بهيك شغل انا برفض. جهانجير فهمت فهمت. فكر منيح. ماشي. كان تعا معي بدي لك شغلة مهمة. المفتش جمال عطاني ظرف. ظرف شو؟ هو قال لي بس يموت افتحه. يا الله وصية أو هيك شيء؟ لا هو قال هي مانا وصية شيء بخص الشغل. افتحي وشوفي. كان معقول أعملها؟ أنا بعملها. لا أوعى ما بيصير. بس حاسة إنه في شيء بخص المرض وما له علاقة بشغلنا أبدا وإنت الوحيد اللي بتعرف لهيك عم خبرك بهالشي. هو أنا بالعادة ما بحب أحشر أنفي بشي خاص بس إذا بخص مرضه لازم نعرف. ما ساعدتني بنوب. أنت شو بدك بنفتح الظرف والزقية فيني وانتهينا. وإذا قال لي ليش قلتي لكان بعد ما أمنتك على الظرف؟ أنا ما بعرف كذب. ليك أبوك دائما متردد ومانو قادر ياخد قرار وعنده أوهام وخايف يغلط وإنت ببساطة ركضت لتشارك مع ابن أميرة وما عم تفكر أبدا أبوك كيف رح يتصرف لحاله. أمي الله يوفقك. خلص لا تبلشي من جديد. غلط يلي عم قوله؟ عم أحكي الواقع. قلت ما لازم يفوت بالشغل. إنت لو كنت جنبه من أول لحظة سمع فيها كان رح يقول لا ما بدي. أما هلأ شوف رح يجن جنانه. لا ماما حتى وأنا جنبه رح يتردد. أصلاً هو بعمره ما سألني عن رأيي. تمام أبوك ما بيسألك ومعك حق بس أنا عم أسألك. والله يا ابني اللي عم يشوفنا من برا رح يضحك على حالتنا. ما حدا عم بيضحك على حدا أمي. بابا نعرض عليه شغل مثلنا كلياتنا بالنهاية وإذا ما بده مانو مجبور. وليكو سألني وقلت له رأيي شو فيني أعمل أكتر من هيك؟ كون جنبنا يا روحي. ماما أنا دائما جنبكن بس حاليا صار عندي شغل تاني وشريك تاني. بترجاكن تقبلوا هذا الشي بقى لو سمحتوا. خاطرك. مع السلامة يا روحي. طيب ماشي بعدين بشوفك. بهار شوفي. المساء بقدر شوفك؟ ليش؟ يعني انه خطر لي شوفك
ونحكي شوي مع بعض. عن شو بدنا نحكي؟ إنه نحكي بأمور تانية غير الشغل، يعني طبعاً إذا فاضية وحابة إنه نحكي. فيك توضح لي أكتر؟ شو بدي وضح؟ عملك نطلع مشوار. أي ساعة؟ إمتى ما بدك. إيه تمام، اتفقنا. بحاكيك وبخبرك وين وأي ساعة. اتفقنا. مجدة كيفك؟ منيحة. شاتاي ليش إجا؟ وليش السؤال؟ لأنه عرض على أبي شغل ما عجبه. طالما عم تسألني إليه معناتها في شي؟ يعني تقريبا. بصراحة ما بعرف شو عرض على أبي، ما سمح لي أقعد معه. علاقتكن منزوعة هالفترة؟ تمرق. المهم إذا عرفت شي جديد رح خبرك فيه بأسرع وقت. اتفقنا. جنكيز خان مات سيدي وابنه استلم محله. ايه وشو ناطرين؟ انا اجيت لحتى احكي معك بهالقصة. للأسف ما عنا معلومات مفصلة عن كامل اعضاء الحلقة، وعم نتعامل مع قسم صغير منهم. قلت لي قسم صغير، يعني في أكبر؟ طبعا في حدا فوق، بس أنا ما عندي فكرة هذا اللي فوق شو مدى حجمه. ولهالسبب يا أما منعتقل كل الأسماء الموجودة معنا ومنسكر هذا الملف، يا أما منتابع مراقبة لنوصل للي فوق. أنت أمرنا سيدي. هالشي مو بأمري يا جمال، بدنا نحاول جهدنا لنوصل للأكبر. هاي العملية بتهمنا نحنا كلنا، وطبعاً هذا الملف رح يتطور. فايزان استمروا بنفس الشغل. معلم جيهانجير؟ اللي اسمه تشاتاي واللي معه عندنا تحت. ايه خليه يجي، الظاهر انه اجى دورنا بعد ما خلص جولته عند الكل. رح يعرض علينا شغل. في عنا شغل مهم كتير للحلقة، رح نحكي بتفاصيله، وهالشغل رح يربحنا مصاري منيح، وانا حابب هالمرة اشتغل معكم. ليش؟ اكيد حبيتنا. الشغل تبعنا ما فيه محبة أبدا. مبلا حبيتنا. هالشغل خطير وبده خبرة، ومو الكل بيقدر يشتغله. وشو هالشغل؟ يعني ممكن نسميه محاولة سرقة. رح نعملها سوا، مندخل على مكان منفضي كله ومنطلع. شو رح ناخد؟ ما في مخدرات بالموضوع، اطمن. لازم نرفع من ميزانية الحلقة. المساء الساعة 9 بشوفك بالقهوة اللي بيكوز. تواصلت مع البقية وكل واحد تكلف بمهمة. منحلها. ماشي. التنفيذ اليوم بالليل. اليوم بالليل؟ ومنطول؟ تقريبا شي ساعة. بالمناسبة أنا ما بحب نطول كمان، لأني أنا بخاف من الليل، عندي فوبيا من الوحوش ومصاصين الدماء والأشباح. رح أمر عليكم ونتحرك. ما فهمت، أنت ليش وافقت على الشغل؟ نحن بالحلقة، وبرأيي إنه معنا فرصة للرفض. بلا ما نعمل مشاكل منروح منحلها ومنخلص ومنرجع. أي طيب، إذا هيك رأيك منحلها. بس هو شكله ناوي على شيء، شو هو ما بعرف. آدم قل لي معلم، مصاري تشاتاي ما رح يضلوا معنا، رح يحاول ياخذهم مننا.
وبده يعمل المستحيل لحتى يرجعهم. لازم نخبيهم وبسرعة. تحرك. هيك رأيك معلم؟ ماشي، أنا بدبرهم. خير يا ابني؟ شوفي معلم، البضاعة وصلت، شو نعمل؟ خليهم يستنوا مني خبر وما يتركوا البضاعة أبدا مشان ما يصير مشاكل. حاضر معلم. معلم اجي ألهام بيك، ما دخلته فورا، خليته ينطر على بابك. معناها خليه يفوت. ألهام بيك تفضل. لازم نحكي شوي يا اسكندر. ايه بنحكي إلهان، تفضل عود. ابني مش الحال، روح انت. ليك يا اسكندر، عم يقول بدنا نشتغل مع بونوسوز. ايوه هلا فهمنا كيف بده يكبر الثروه. كنت متوقع، بس إذا فكر قول لا لهذا تشاتاي رح يعملني شغلته وعملته. عفرض نصحناه وحاولنا نفهمه إنه نحن ما فينا لهيك شغل، رح يطلع صوته علينا. اسكندر والله هي مو شغلة، هي مخدرات مو مزحة. ولك بنروح بين الرجلين يا رجل. لك مزبوط فيها عملة، بس والله الشرطة لتصيدنا واحد واحد هي الشغلة ما فيها مزح أبدا. ليك يا اسكندر، أنا وياك بجوز نختلف وهالشي بضل بيناتنا، بس هالزلمة رح ينزل مستوانا للأرض بهالشغلة. لهيك إذا فتح الموضوع معك خلينا نحكي مثل بعض. إيه هو هيك لازم. مرحبا شباب، جاهزين؟ إذا جاهزين خلينا نتحرك، بس ما رح ناخد التليفونات. ليش؟ أول شي بدون التليفون أأمن، تاني شي منشان ما ينكشف موقعنا، وتالت شي ما بحبهم، لسه كل واحد حامل تليفونه وراسه فيه. والله الناس ما عادوا حكوا مع بعضهم. شو هالمواعظ؟ الليلة حلوة والجو برا حلو، خلونا ننبسط. سيدي أنا طالعة. تصبحي على خير. تصبح على خير بهار. لابسة ومتأنقة، عندك شي موعد؟ إيه حلو. يعني مو أنت قلت لي الأصدقاء والحياة الخاصة؟ إيه طبعا، يلا روحي انبسطي. ماشي، تصبح على خير. وأنت من أهله. هذا هو المكان تبعنا. يا شباب لا تستعجلوا، في كاميرات مراقبة.
هلا بس اضغط الزر رح توقف الكاميرات، وهيك رح يكون معنا 3 دقائق نتحرك فيها بدون ما حدا ينتبه. ملعوبة هالحركة، شو هالتكنولوجيا؟ وأنا مصدوم مثلك، التكنولوجيا بتعمل كل شيء، فهمت علي كان؟ إذا جاهزين رح أبدأ. لثلاث دقائق بديو، يلا امشوا. من هون يلا. وبعدين ايه من هون لتحت يلا. فيك شي؟ شكلها عالية كتير. هاي الشحنة اللي بدنا نفضيها. مين انتو؟ ولك شو عملت هدول؟ شو ذنبهم؟ ليش قتلتهم؟ وانا زعلان ما فيني خاطر بشغلي. يلا انت شو وضعك؟ انضربت رجلي لما نطيت، ما فيني احمل. لا انا قلت لك هذا الحكي من زمان، ليش ما بتفهمني؟ طيب شو المطلوب مني؟ احكي لا تخجل احكي. كيف بدنا نحمل هدول؟ بدي جيب السيارة لهون ومنحملهم فيها. وثلاث دقايق؟ اي ثلاث دقايق. ليك وهي رجلي طابت. تروك اوعك تتحرك اي حركة وارمي سلاحك. طلعت تقيلة كتير. بكل هالحياة أنا بندم على 3 شغلات جهانجير. أولهم إني حكيت لأبي عن نقاط ضعفي، يا ريتني ما قلت له لأنه أكيد حكى عنهم قدام حدا. وتاني شغلة يا ريت قتلت حدا وأنا صغير لأكون أقوى بس أكبر. وتالت شغلة لما حدا يقول لي أي شيء لازم أعمل العكس على طول لأنه ما حدا بده مصلحتي. إيه أما الرابعة ولا خليها لي أكسجين. يا شباب بتعرفوا شغلة؟ الانتقام أحلى من الأكسجين. شوفوا لي السحر هوكوس بوكوس. عودوا إلى الحياة.
وزيان طالع لي البيك لفوق. إذا بدكم تلعبوا معي أنا كمان رح ألعب. وزيان بلشت حكايتكم من جديد. شو هاد؟ هذا بيأوزوا فيه العجل اللي بيهرب. فيه مخدر. ساكروا الأبواب. ندمان كتير شتاي بيك، بترجاك تسامحني. الندم عندي ممنوع. بس بلح البحر. أنا معجب فيك حضرة الوكيل، حتى لو ما اشتغلنا من قبل، بس حبيتك من بعيد لبعيد. أنا كان بدي، بس أنتوا ما حبيتوا تشتغلوا معي. سمعت إنه معلمكم توفى مزبوط؟ توفى مزبوط. هو ما حب يشتغل معي. بتوقع هلا غيرتوا رأيكم. سألت كتير حوالي، قالوا ما في حدا جديد وطلب انه تكونوا انتوا الواسطة. وهدول كمان هن سألوا حواليهم وسمعوا اني بحبك كتير. قبل كل شيء بدي اتشكرك. بس على مهلك، الشغل مع بعضنا شيء تاني. لو اشتغلنا سوا ما كنت لحبك هالقد. معلمي الاول مع رفقاته وقرايبينه ما كان يشتغل ابدا. كان يقول لي إنه موضوع التجارة شغل حسابه، بس ما دخله بتطييب الخواطر والمسايرة. أنا بعرفه. أنت طلع لبرا. واحد مريض كتير نافش ريشه. الناس اللي بيتفاخروا وبيضلوا رافعين مناخيرهم ما بتحملون. المهم نحنا جينا بأمر من الناس اللي منمثلهم لحتى نشتري بضاعة منك. ايه بعرف تمام، بس أنا ما بدي اشتغل مع حدا جديد. مدرائي بالشغل بدهم نتفاوض وبيعطوك وعد نشتغل بدون ما نزعج أي حدا. مشان موضوع المصاري. انسى المصاري واجل لي هالموضوع. فوتت حدا جديد على السوق تبعنا معناته رح يكون فيها مشاكل جديدة، وأنا ما بحب للشرطة. أنا حاطط نظام ومالي ناوي أخربه مشان حدا. فينا نحل المسألة. ما رح تنحل قبل ما أشوف الشخص اللي بده يدفع لي. بعد إذنك
أنا فهمت من حديث حضرتك إنه ما بدك تخاطر، يعني إذا ما بدك توجع رأسك نحن منتكفى بالمخاطر اللي ممكن تصير، وبتوقع هالشي كافي ليطمنك لنوصل لاتفاق، لأنه العرض رح يجيب نتيجة حلوة إلنا ولك. هلأ أنت بتفهم بأمور شغلي؟ يا إلهان تيبلي؟ لا ما بفهم، بس أنا بعرف إنه في مبالغ كبيرة رح ينحكى فيها، وأنت صار لك سنين عم تشتغل بهالشغلة، بتوقع اللي معه شوية مصاري وحابب يدخل بهذا المجال لازم يتكفل بتعبك ويتكفل بكل ضرر بيسببه لك على أقل المرة الأولى. إيه مزبوط، واللي حابب يشتغل معه لازم يقابلني. رح خبره، وخبره كمان برونسوس عم يعطي البضاعة للكل بثلاثة، بس إلكم بعطيكم بسبعة. تصبحوا على خير حضرة الوكيل. يا عيني عم قلك الحكي مستحيل، انت دائما بتقلي لي هذا الحكي وانت بتعرفي تماما. نعم سيدي. بهار لا تواخذيني عم ازعجك، بس ما رد علي كان ولازم شوفه الصبح. لو سمحتي خبريه مر لعندي. اذا حكى معي بخبره. يعني ما له جنبك؟ لا ما له جنبي. ماشي، معناها بس حكيكي خبريني. لو سمحت اعطيني الحساب. حضرة الوكيل بدي اقول لك شيء. يا ريت نحكي عن فراد. إذا بتريد تركنا شوي لحالنا يا خياط. بصراحة حضرة الوكيل أنا ما بدي تفهمني غلط، بعرف حدودي وأنا مو جديد عليكم، ولا هيك عم أحكي معك بالموضوع. هالشي ما بيصير، ولو شي مرة اشتغلنا بالمخدرات ما كنت بحكي، بس نحنا ما عملناها أبدا. جنكيز خان راح والقطار تبعنا رح يطلع على السكة، صح عم أحكي؟ المشكلة هلأ مو مشكلة صح أو غلط يا إلهان، ولو جنكيز خان هون ما كان رح يصير هيك شي بحياته. يعني لأنه مو موجود بنعملها. إذا تشاتاي بده بنعملها، يا أما نتمرد عليه. يعني التنتين فيهم خطورة كبيرة. إلهان شوف باختصار، يلي فوق بدهن هالشغل، يعني مو بس تشاتاي، يلي فوق دخلوني فيها ولسه هيك أخطر. شو تأخر اليوم كمان؟ من امبارح ما له مبين. انت امبارح مو كنتي. شو رأيك نتصل بأمه؟ لا لا، إذا ما عنده خبر ما بدنا نشغل لبالة، خلينا بالأول نتواصل معه. سيدي اجت الست أميرة. فوتها.
امبارح مو مبين، وجيهان ما عم يرد على اتصالاتي ولا عم يجاوب. شوفي لنا اذا بنقدر نحدد مكان كان من موبايله. يمكن هو وجيهان مشغولين بشي قصة، بتعرفي بالعادة بيعملوا هيك. بعرف بعرف، وأنا هادي اللي مخوفني أصلا. عم فكر أسأل الوكيل. ماشي، يمكن يعرف شي، وإذا بصير مشكلة بتخبريني ما تحليها لحالك. ماشي، خلينا على اتصال. جهانجير وعدني يجي اليوم، وهلأ ما عم بيرد على تليفونه. بيكون عنده شغل. إذا عنده شغل مع كان ما بيحكي مع أمه يعني؟ بترجاك تحكي معه أنت؟ عندي مشاكل عم تضغط على صدري وبلعومي، وهي ما عم تخليني أتنفس، يعني مو ناقصني كان. حكيت مع نورتان؟ هذا اللي قالقني. عم تقول ما رجع على البيت من مبارح يا إلهان؟ تعوا شيلوا الأكل. جيهان، قوم جهانجير. جيهان، جهانجير، عم تقولي بعمل لي كم حركة وبحكي كلمتين حلوين وبخلي بابا يقلق ويسألني، بس لا والله لا، ما رح أسأل، لأنه اسكندر القديم ما عاد موجود. ألو، نعم، تمام، بشوفك. بحياتك ما رح يهدى بالك يا اسكندر. باختيار، في مشكلة بالشغل؟ شفتي؟ ما أحلاها من تمك، شغل، والشغل بخصني أنا وبس، وما في أي مشكلة لهلأ، اللهم لا حسد، موجدة. روح اصرفي طاقتك السلبية بشي شغلة، يلا. باختيار، قول للشباب يجهزوا، لازم نتحرك. لك لوين اخدينا؟ لك لوين اخدينا هدول؟ أنا كل شي بتحمله إلا نكد البنات. آدم تعال. قل لي معلم. بدي أسألك سؤال،
اللي جهانجير وين راح؟ والله ما بعرف يا معلم، وأنا ما لقيتها حلوة أسأله لوين موجه كل ما رح لمكان. بس هسا أنت بعد ما سألتني خليتني أقلق عليه. طبعاً ما رح تسأله، المفروض هو كان يخبرك. بس تعا فاهم هاد الحكي لأمه، قالها بده يجي الصبح بس ما أجا ولا اتصل. لا ما بصير هيك يا بيك، يعني إذا المعلم قال جاية بالعادة بيجي. ليك يا آدم، وأنا كمان رح أستنى شوي، بس أنت سأل واستفسر هون وهنيك، الأمور من غير شي مكركبة مو ناقصني مشاكل. هو كان معه كمان، يعني اثنين اختفوا مع بعض. وإذا قولاي خان مسألتك بتقلها معلمي كان عنده اجتماع، سمعت هيك بتقلها. أمرك معلم. للأسف ما عندي أي فكرة وين ممكن يكونوا. ممكن يكون تشاتاي عامل لهم شي. ما بدي سؤال، أكيد بيعملها. احتمال، بس طبعا هو هالفترة برنامجه معجوق بالشغل. كنت بدي أحكي معاك بخصوص شخص اسمه بورنو سوز. شاتاي رح يشتغل معه من مخدرات. لو جينكيز عايش كان مستحيل يقبل بهيك عملة. في احتمال إنه يدخلوا الأولاد بهيك شيء؟ أنا وإلهام بس دخلنا فيها. مين هاد برنسوز؟ هذا مو عايش هون، بيجي مرة واحدة بالشهر. هالشخص ما فيك تلاقيه ببساطة. معقول إلهام تبي يكون عم يستغل كانو جهانجير مثلا؟ ما بيعملها يعني مشان يضلوا جنبه ويحموه منيح. شو رأيك؟ أنا ما بتوقع هيك شيء. إلهام لساته متردد بقصة الشغل أصلا. برأيي إذا بدنا نوقع تشاتاي فلازم نعمل هالشي قبل ما ندخل بشغل المخدرات وقبل ما يكبر حجمه أكتر من هيك. وين مكانه هاد برنسوت؟ بمكان اسمه جيمير بروغاز.